السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزائر جاهزة، جاهزة لاحتضان القمة العربية 31، جاهزة وعازمة على ذلك، لأنها تدرك بأن لم الشمل العربي لا يزال المجال أمامه متاحا، بل وبإمكاننا استعادة زمام المبادرة في كل القضايا العربية التي تجمع الأمة، وذلك باعتبار أن الجامعة العربية بيت جامع وحامل له. أهلا بكم مشاهدينا في هذا العدد الجديد من برنامج بتوقيت الجزائر، الذي سيكون موضوعه بحول الله القمة العربية المقبلة في الجزائر، التحديات والرهانات. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا، ولنقاش هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور مصطفى صايج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. مرحبا أستاذ بدر الدين. كذلك الدكتور رائد ناجي، المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. معنا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة دكتورة هبة البشبيشي، الباحثة المختصة في الشؤون الإفريقية وفي الشأن الدولي بشكل عام. أهلا بك دكتورة، أو أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وإخواتنا في جدة. شكرا لك على الحضور. أبدأ معك دكتور مصطفى، بعد جدل مفتعل والمقدمة ربما اقتبستها من كلمة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سيد رمطلع مامرة في حديثه عن جاهزية الجزائر لاستقبال هذه القمة، بعد جدل مفتعل كما قلت حول تنظيم قمة الجزائر، القول الفصل كان في مشهد تسليم الدعوات للرئيس الفلسطيني وكذلك الرئيس المصري بالقاهرة، أي دلالات لهذه الخطوة الدبلوماسية الجزائرية والتي يبدو أنها ربما كانت ردا لمن أراد أن يشوش على تنظيم هذه القمة؟ طبعا أستاذ بدر الدين، إذا على الأقل إذا تابعنا المسار الدبلوماسي الديناميكي بالنسبة إلى الجزائر منذ يناير 2022 تقريبا، بدأت الجزائر أكثر حضورا فيما يتعلق باستعدادها لاستضافة قمة الجامعة العربية، ونذكر أن هذا التأخير كما كان في كرونولوجية القمم، مجموعة القمم، كان آخرها في 2019. نذكر أن أحد أسباب لتأخر القمة الجزائر هو كوفيد، الذي عطل تقريبا جميع الاتصالات الدبلوماسية وحتى على مستوى التحركات المجتمعية في العالم كما نعرفهم خلال انعكاسات كوفيد. طبعا الجانب الآخر، إذا لاحظت كما قلت قبل قليل، كان تنسيقا هادئا بين الدبلوماسية الجزائرية وبين الأمانة العامة للجامعة العربية. نذكر في بداية يناير 2022 كان حضور للوفد الجامعة العربية الممثل على الأمين العام، وأعطوا نقاط إيجابية جدا لدرجة الاستعداد الجزائري لاحتضان هذه القمة، سواء على المستوى اللوجستيكي، لأنه نذكر تدشين المؤتمر الملتقيات الدولية لرحال الذي يشكل رمزا للقمم العالمية التي
يمكن صحيح. أن تنافس المكان يعني مهم الدول ومكانتها طبعا. والجانب الآخر طبعا أن الجزائر كانت دائما ما تسعى بالتشاور، لأنها تريدها أن تكون قمة توافقية قمة للتشاور مع زعماء القادة، وبالتالي كان كثيرا ما سيد الرئيس يبعث إلى القادة العرب وملوكها الرسائل التي كيف نصل إلى التوافقات. طبعا هذا التوافق تم في مجلس الوزراء العرب نذكر في مارس الماضي، حيث تم اتخاذ القرار أن يكون التوقيت هو الفاتح من نوفمبر، وهو الرمزية الوطنية مع رمزية التضامن العربي. وأعتقد أن قمة الأخيرة لمجلس الوزراء في دورته 158 أكد في هذه الاستمرارية. وبطبيعة الحال نحن نعرف أن طبيعة الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية في بعض الأحيان الكثير لا يريد للإرادة العربية والبيت العربي صحيح. المشترك أن تكون لديه هذا الحضور، وسنأتي للتفصيل أكيد في هذا النقاط. طيب دكتور ناجي، رئيس دولة فلسطين وحينما تسلم دعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد على هذه الرمزية لأولوية مكانة القضية الفلسطينية لدى الجزائر أكيد ولدى كذلك الدول العربية، لكن هنا أسألك، أليست كذلك ربما رسالة من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى أولوية أجندة ملفات العربية لدى كل الدول العربية؟ باعتقادي أن الحقيقة في الدبلوماسية الجزائرية كان المشهد التاريخي لجماعات الدول العربية كاملة كان أمام مرأة الدبلوماسية الجزائرية، وعرفت من أين تقتبس ومن أين تأخذ الموضوع. لو عدنا إلى أول قمة عربية، يعني قمة أنشاص 1946، كانت أصلاً هذه القمة رغم أنه حضرها 8 من الملوك أو المنتدبين، إلا أنه كانت رمزيتها أو سبب اجتماعها هي القضية الفلسطينية. وتتابعت القمم العربية كلها أنه دائما المشهد الفلسطيني حاضر في داخل القمم العربية، لكن نتيجة الانكفاءات يعني مؤخرا السياسية يعني من 10 سنوات، يعني نتيجة ما يسمى بالربيع العربي وتدمير بعض الدول العربية ودخول بعض الاستقطابات التي أثرت على العلاقات العربية والبينية العربية سواء الاقتصادية أو العسكرية أو حتى على المشهد السياسي والدبلوماسي العربي فيما بينه، بالتالي كل هذا الموضوع نوعا ما مع افتعال أزمات وحل هذه الأزمات جاء بأزمات أخرى أبعد القضية الفلسطينية. طبعا دون أن ننسى الوضع الإقليمي، المتغيرات الإقليمية، المستجدات الدولية، كل هذه الأمور ربما أنه نوعا ما انكفأت القضية الفلسطينية وابتعدت إلى زاوية من الزوايا. فاليوم الجزائر عادت القضية الفلسطينية وكأنها تريد أن تقول أنه سبب اجتماع جامعة الدول العربية كان هو السبب الأول هو فلسطين، إذا نعود ونسمي القمة بقمة فلسطين ونعيد فلسطين إلى المشهد العربي بالدرجة الأولى. وإذا عكس عربيا حقيقة، يعني إذا كانت إرادة العربية لجمع البيت الفلسطيني ووضع فلسطين في الأولويات حقيقة، هذا المشهد سينعكس على الإقليمي وسينعكس على الدولي، وسيظهر هذا الكلام في سواء في الهيئات الدولية أو على المحلي أو الإقليمي أو حتى وحتى في الخطاب ربما الرسمي فيما بعد للقادة العرب. دكتورة هبة البشبيشي، ربما سأنقل لك كلمة من ربما قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كذلك تسلمه لدعوة الجزائر من أجل حضور هذه القمة، وقال بأنه يتطلع لتعزيز العمل العربي المشترك، وصولا إلى قوله بأن هذا التعزيز يجب أن يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية. أسألك، ما أهمية أن تكون للجزائر وأن يكون كذلك لمصر هذه أو هذا التوجه الموحد فيما يتعلق بالحفاظ على مقدرات الشعوب العربية والدولة الوطنية فيها؟ الحقيقة أنا بعتبر مصر والجزائر يعني هم رمانة ميزان للمنطقة العربية سواء في يعني الشرق أو الغرب، مصر في الشرق والجزائر غربا، وبالتالي أعتقد أن الدولتين متكاملتين إلى حد كبير في وجهة النظر تجاه القضايا العربية. الحقيقة القمة دي بتأتي في وقت في منتهى الأهمية بالنسبة للمنطقة العربية اللي بتشهد صراعات متعددة سواء في سوريا أو ليبيا. والحقيقة الملف الليبي بيأتي في أولوية الأهمية يعني أو الأهميات الكبرى للجماعة العربية لتعزيز مفهوم الدولة الوطنية الحقيقة في ليبيا. والحقيقة ليبيا هي دولة جوار لمصر وتعتبر من يعني النطاق المغاربي أو ما يطلق عليه دول المغرب العربي اللي منها الجزائر وليبيا طبعا، وبالتالي هناك اهتمام مشترك ما بين مصر والجزائر حول النظرة الشمولية لما يحدث في الإقليم الليبي، وبالتالي التأكيد على مفهوم الدولة الوطنية وإعادة يعني الحكومة الشرعية أو الحكم الشرعي للقوى الليبية وتفاهمات وإيجاد ما يسمى بمائدة مفاوضات حتى يستقر الوضع في ليبيا وتخرج الجماعات المسلحة اللي هي مهددة لكل المنطقة.
الحقيقه ليبيا افرزت العديد من القضايا الفرعيه، منها الجماعات المسلحه الهجره غير الشرعيه، خروج او يعني وجود الشعوب الليبيه كحال تاكيد سواء للعالم الاوروبي او لباقي دول العالم في خروج الهجره غير الشرعيه. ايضا تجاره السلاح وتجاره المخدرات، الحقيقه ليبيا اصبحت مرتع للجماعات المسلحه. جميل. في ايضا اهميه هذه القمه فيما ستشهده الجزائر مما يسمى بالتحول الرقمي. الحقيقه يعني نحن نشهد للجزائر بهذا يعني التحول التكنولوجي والتحول الانساني ويعني والالتقاء التقني الذي حصلت عليه الجزائر، واطلق على هذه القمه انها القمه يعني بدون اوراق، ودي للمره الاولى في الجامعه العربيه او في القمم العربيه تعقد قمه تعتمد على المفاهيم التقنيه الحديثه، استخدام التكنولوجيا والديجيتال والتحول الرقمي او الرقميه الحديثه في اداره التجمعات على مستوى الرؤساء. والحقيقه ده تحول كبير يعني يشهد به المجتمع الدولي في ان الدول العربيه مجتمعه ساهمت بصوره او باخرى في نقله حضاريه للانسان او للمواطن العربي. ايضا تاتي على قمه هذه الاولويات يعني او ما سيطرح هي القضيه الفلسطينيه. الحقيقه وانا باحثه متخصصه في الفكر الصهيوني اعلم جيدا مدى مساهمه الجزائر في دعم القضيه الفلسطينيه، لم تغب ابدا القضيه الفلسطينيه عن الشعور الجزائري وعن المفهوم الوطني الجزائري وعن كونها القضيه العربيه رقم واحد لدى الشعب والمواطن الجزائري، وبالتالي كان هناك دعم كما هي ايضا بالنسبه للمواطن المصري. الحقيقه مصر يعني دافعت كثيرا عن القضيه الفلسطينيه وتبنتها كثيرا، وبالتالي ايضا هذه النقطه هي من نقاط الالتقاء الكبيره والكثيره بين الدولتين الكبيرتين بين مصر والجزائر. اتصور ان يعني القضايا الكبرى الثلاث هؤلاء يعني اذا كانت القمه الرقميه او اذا كانت القضيه الليبيه او اذا كانت قضيه فلسطين. جميل، ممتاز دكتوره هبه. سنواصل معك هذا النقاش واعود اكيد لتفصيل اكثر في اوراق ملفات القمة العربية المقبلة بالجزائر، لكن هنا سأسأل البروفيسور مصطفى صايج تقريبا عن نفس النقطة، أهمية أن تكون للجزائر ولمصر هذه الرؤية الموحدة في لم الشمل العربي في تعزيز كذلك العمل العربي المشترك من أجل الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية. طبعا أستاذ بدر الدين، وأنت تعرف بأن كلا الدولتين أدركت الآن أولا حجم المخاطر التي تعيشه الدولة القطرية العربية. إذا حسبت مجموع النزاعات الآن، وكان دائما ما أتحدث عن عواصم العربية الكبرى التي كانت لديها ثقلها وحضورها التاريخي والحضاري، عاصمة بغداد أو عاصمة دمشق أو طرابلس في ليبيا أو صنعاء في اليمن، تقريبا تلاحظ بأن هذه الإدراكات لحجم التغيرات التي الآن أصبحت تهدد الوجود الدولة القطرية في حد ذاتها بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى تهديد العمل العربي المشترك. وبالتالي هنا في هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها، لحظة دعني أقول هي لحظة متأزمة وجودية ليس فقط للعالم العربي المشترك، وإنما للدولة القطرية ذاتها. وبالتالي يقع على عاتق الدبلوماسية المصرية باعتبارها أولا تحتضن، هي مقر القمة، تحتضن مقر الجامعة العربية بخبراتها التاريخية والدبلوماسية. يضاف إليها كما كانت ضيفتك الكريمة من القاهرة تتحدث عن هذا الدور الجزائري الذي كان لديه حضور في العمل العربي المشترك خصوصا في القضايا المركزية وأهمها القضية الفلسطينية. طبعا الجزائر ومصر كذلك تعيشان نفس الاضطرابات الموجودة في حدودهما المشتركة. أتحدث عن الأزمة الليبية التي هي بدول جوار بالنسبة إلى تونس والجزائر ومصر، كذلك الأزمة ما يحدث في السودان يؤثر كذلك على الدولة في مصر. وبالتالي أعتقد أن حجم القضايا والتهديدات هي التي تجعل هذا الدور أن يكون أكثر ديناميكية التنسيق والتشاور. وبالتالي الصورة كانت معبرة جدا عندما كانت يلتقي الرئيسين وهما يتصافحان بتلك النظرة، وكأننا أمام نظرة ثاقبة لما يجب أن نعمله ونقدمه للتحديات الموجودة على المستوى السياسي والأمني. لكن في نفس الإطار دعنا نكون صريحين، أصبح العالم العربي مستباح لقوى إقليمية ودولية، وهذا لم نكن نتوقعه في السابق. هذا الحجم من التدخلات على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي هو الذي سوف يؤدي على تأثيرات سلبية على مستقبل الرؤية العربية والإدارة العربية المشتركة. وبالتالي أعتقد بأننا مهم جدا هذا التوافق. أمام صورة يجب أن تضعها في أذهاننا بأن القمة القادمة هي قمة للتوافق،
للم الشمل للتشاور لكن مع جميع العواصم العربية بما يخدم الإرادة العربية والمجتمع العربي كذلك. دكتور ناجي، ملف المصالحة الفلسطينية من بين أهم الأوراق المطروحة في ملف القضية الفلسطينية فيما يتعلق كذلك بأجندة القمة العربية، وربما الجزائر والعديد من الدول العربية تشاركها الرؤية في أن المصالحة ستكون مفتاح لحل الأزمة الفلسطينية والذهاب نحو دولة فلسطينية عاصمة القدس الشريف، وكذلك مفتاح لحل العديد من الخلافات العربية العربية. وبتقديري يعني حقيقة أن المصالحة الفلسطينية حتى هي الأزمة الفلسطينية يعني ما قبل حتى وجود السلطة الوطنية الفلسطينية كان الوضع الفلسطيني دائما في حالة تأزم، أنما فقط الذي كان يحدث أن الحاضنة العربية كانت موجودة. بمعنى آخر عندما كان يحدث في فلسطين كنا نسمع يعني الكثير من التنديد أو التهديد أو على الأقل وجود دول عربية تذهب إلى الهيئات الدولية الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو غيره، وحتى الدعم المالي لم يكن يغب عن فلسطين آنذاك. فبالتالي الفلسطين كانت قوية جدا القضية الفلسطينية بوجود حاضنتها. عندما أدرك الاحتلال هذه النقطة مهمة جدا، عندما أدرك أنه ضعف القضية الفلسطينية أو قوتها يتعلق بقوة الحاضنة، كان لابد من تكسير الحاضنة العربية من خلال تطبيع أو من خلال علاقات أخرى لا يهم في هذا الأمر. أنا أعتقد المصالحة الفلسطينية جاءت فيما بعد، يعني القضية حتى نكون صريحين أو بكل وضوح، فيما بعد لما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت على اعتبارات وكانت موجودة، يعني حتى أطراف عربية شاركت عليه مع ودعمت حتى وجود الفلسطيني في داخل فلسطين، حتى صوت الحكم المحلي وحتى اتفاق غزة وأريحة من أجل أن يتم التكامل فيما بعد حتى وصول إلى دولة فلسطينية. أنا أقول فقط العربية المقبلة أنا سأقول لك هي القضية ليست المصالحة بقدر المصالحة ممكن أن تتعلق الآن أنه للأسف الشديد في انقسام عربي داخل أنه هناك في انقسام وهذا ما يعثر القضية الفلسطينية. إعادة تصويب العلاقة الفلسطينية الفلسطينية وإعادة المصالحة هذا ربما يقطع الطريق على كثير من هذه الأرسنال وينتج إلى الوحدة الفلسطينية. النقطة الثانية أنه في القمة العربية إذا ما طرحت القضية الفلسطينية وستطرح يعني بالتأكيد قمة فلسطين يعني، لكن الموضوع المهم جدا هو قضية الحاضنة. لماذا الحاضنة؟ الحاضنة واستقطاباتها، هذا الشيء الجديد في المنحنى السياسي الفلسطيني. المنحنى الجديد الفلسطيني الفصائل الفلسطينية أصبحت لديها استقطابات، بمعنى أنه أصبح هذا الاستقطاب تابع لدولة معينة أو مدعوم من دولة معينة، وبالتالي كأنه أصبحت هناك أذرع لبعض الدول في داخل فلسطين، فبالتالي أصبح النزاع ليس فلسطيني فلسطيني كما نتوقع، إنما أصبح كأنه صراع الأذرع نتيجة مصالح خارجية. وأكيد يعني هذه الفصائل الفلسطينية تبحث عن الدعم، يعني من يدعم هذه الفصائل الفلسطينية قد تتحالف معها، وربما هذا جعل أحد الإشكالات حتى العربية في قضية بعض الفصائل الفلسطينية لأنها تتبع لقوى إقليمية أو غير ذلك. دكتور ناجي، هل يمكن للقمة العربية المقبلة أن تكون فرصة لتشكيل أرضية موحدة لهذا الدعم الموحد للفصائل الفلسطينية، وبالتالي العودة إلى الصف الموحد الذي في الأخير لن يكون إلا هو الحل الوحيد والأوحد لإعادة القضية الفلسطينية بل أكثر إلى من ذلك مقامه؟ هو أنا أقول أكثر من ذلك، ونعم أكيد أنه هي فرصة سانحة جدا جدا المصالحة الفلسطينية، خاصة في ظل ما يحدث في المنطقة العربية والمنطقة الإقليمية. وأكثر من ذلك هي الفرصة السانحة أكثر من المصالحة الفلسطينية هي قضية إعادة الحاضنة العربية بشكل موحد للقضية الفلسطينية، وإسقاط الاستقطابات أو دعنا نقول يعني التحالفات ما بين الفصائل الفلسطينية بعض الدول سواء إقليمية عربية أو غير عربية. نتكلم واحد. نعم إذا ما حدث هذه الخطوة نعم تكون القضية الفلسطينية وعلى الأقل الشعب الفلسطيني واللحمة الفلسطينية وبناء اللحمة الفلسطينية باللحمة العربية اللي هي الأصل، يعني دائما فلسطين كانت دائما لها حاضنتها وامتدادها وعمقها العربي. إذا أعدنا هذا لفلسطين ستعود القضية الفلسطينية بقوة وبشكل أكبر، لأن قضية أنه هل نشكل دولة فلسطينية نشكل ليس موضوعنا، لكن في تقديري أنه القمة هذه ستدعم فلسطين بشكل كبير جدا وتعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي وتعيد فلسطين إلى واقعها العربي، وهذا هو المطلوب حقيقة. نعم دكتورة هبة، أعود إليك بالسؤال، واستمعت لما يقوله دكتور ناجي وكذلك البروفيسور مصطفى صايج. ربما نعود إلى أو أنطلق من نقطة الاستقطاب الحاصل لدى الفصائل الفلسطينية، ولكنه للأسف حاصل كذلك في عديد الملفات العربية المشتركة ما بين الدول العربية فيما بينها. القمة القادمة لا تحتمل مخرجات مكررة ولا تحتمل كذلك قمة مكررة ربما عن قمم أخرى لم تأتي بالجديد للمشهد العربي. ما المطلوب من القادة العرب الذين سيجتمعون في الجزائر في الفاتح من نوفمبر المقبل؟ الحقيقة طبعا استمعت لزميلنا صديقنا من فلسطين، يعني استمعت جيدا لحواره، كان يتحدث عن الانقسامات الداخلية داخل الفصائل الفلسطينية
وهل هي التي يعول عليها امل الاستقطابات التي حدثت لبعض الدول العربيه وبعض القوى العربيه ايضا؟ الحقيقه خليني اتكلم في القضيه الفلسطينيه، ان يعني لدى المواطن الجزائري وعي كبير بالقضيه الفلسطينيه، وان القضيه الفلسطينيه ما زالت هي القضيه الاولى الجامعه للدول العربيه. الحقيقه ما زالت القضيه الفلسطينيه تحمل بداخلها يعني القوه الجاذبه والجامعه للدول العربيه للاستقطاب حولها والتعامل معها بصوره اكثر وعي. يعني الحقيقه احنا في عصر الانفتاح وعصر تبادل المعلومات وتداول المعلومات، وفي قدره عند المواطن ان يحصل على المعلومه سليمه وقويه حتى ان كانت المعلومه تاريخيه يحصل عليها بصوره اكثر انفتاحا، وبالتالي ده اثر بصوره كبيره على وعي المواطن الحالي. ايضا هناك يعني شريحه كبيره جدا، ويمكن انا بقوم بالتدريس في الجامعه، في حالة رفض شعبي كبيرة بين طلبة الجامعة حالة الاستقطاب التي أشار إليها يعني زميلنا وصديقنا من فلسطين لبعض الدول والحكومات العربية. الحقيقة ما بقاش هو ده الموجود حاليا، الشباب عندهم وعي والمواطن العربي عنده وعي وفاهم كويس قوي يعني إيه دولة تستولي على أراضي ليست من حقها ويتم اغتصاب أرض واغتصاب تاريخ لصالح شعب آخر وبشر آخر وناس آخرين. الحقيقة القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وقضية ذات جذور، ولن يتم اقتلاعها أبدا من وجدان المواطن العربي. المهم اللي أعلم هذا على جميع الدول العربية، الحقيقة القرارات غير ملزمة، نحن نعلم هذا، جميعنا يعلم هذا، ولكن هناك ما يسمى بالالتزام يعني الوجداني والشعبي والخلقي والإنساني أمام هذه القضية العادلة. مفهوم أننا إزاي أوحد القادة العرب ليس مطلوب طرق قرار عربي زي ما حضرتك أشرت أو ولكن مطلوب يكون في وعي زي ما قدامي دول وحكومات وبعض القوى الإقليمية. طيب المطلوب أليس المطلوب بأن ينعكس الوعي الشعبي لدى الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية على الخطاب الرسمي لقادة الدول العربية؟ صحيح، إعادة المفاهيم الحقيقية لمفاهيم الدولة الوطنية كما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مفهوم الدولة الوطنية بداخله يحوي مفهوم القضية الفلسطينية العادلة. إذا هناك قضية عادلة بالدرجة الأولى لدى المواطن العربي فهي القضية الفلسطينية، وهي قضية الدولة الوطنية الفلسطينية ومصالحة الفصائل، هي فرض عين على كل الفصائل الفلسطينية، ضرورة المصالحة الوطنية، ثم بالتالي إعداد قضية عادلة ومفاهيم عادلة أمام المجتمع العربي دفاع عنها بصورة أكثر إنسانية. ما أقدرش أقول أنا حصل استقطاب وأنا بالداخل ما عنديش ما يسمى يعني الدافع الوطني، اللحظة الوطنية، فكرة الانقسام المتواصلة طول الوقت، ما كناش معاكم هنبقى عليكم، ده منتهى الخطورة على الوعي بالقضية الفلسطينية. ولكن أنا كأستاذ جامعة أقدر أؤكد لحضرتك أن حالة الوعي منتشرة لدى المواطن والشباب العربي، حالة وعي كبيرة جدا بجذور القضية الفلسطينية وحقية الشعب الفلسطيني في إعلان دولة فلسطينية، وأن المستقبل القادم بإذن الله هيكون لصالح القضية الفلسطينية، سواء إذا كان في هذه القمة العربية أو في غيرها، لأن القرارات غير ملزمة، ولكن هناك زي ما بقول لحضرتك التزام بميثاق الجامعة العربية وبداخلي أول قضية هي القضية الفلسطينية. جميل. وبالتالي لا يمكن الفتاك عنها. نعم. أو الابتعاد عنها. دكتورة هبة، أكيد سأعود إليك لأنه ربما فيه الكثير من النقاط الفيصلية فيما تتحدثين عنه، وسنأتي تدريجيا للحديث عنه ضمن عمر هذا البرنامج. سأعود إليك دكتورة هبة البشبيشي، وأسأل هنا دكتور مصطفى صايج، لأن حينما تحدث عن المصلحة العربية المشتركة ويبدو من الواضح بأننا متفقين جميعا كعرب سواء تحدث الخطاب الرسمي أو كذلك الشعبي على أن المصلحة مشتركة، وبأن بما أن التاريخ هو تاريخ مشترك أكيد بأن المستقبل سيكون مستقبل مشترك. طيب ما الذي يمنع الدول العربية على تشكيل أو الذهاب نحو قاعدة مشتركة للتأسيس لمواقف موحدة مشتركة وتكون أجندتها لا هي شرقية ولا غربية، تكون عربية بكل بساطة؟ طبعا هو سؤال استراتيجي بامتياز تقريبا منذ وجود الجامعة العربية، والسؤال مطروح بهذه الصيغة، الصيغة الاستراتيجية، مادام أنه تقريبا من أقدم المنظمات الإقليمية. إذا حسبت قبل قليل كنا نلاحظ الكرونولوجيا من سنة 46 يعني. بمعنى بعد نهاية الحرب العالمية صحيح. الثانية مباشرة، بمعنى هذا الكم الهائل من القمم العربية تقريبا في كل قمة كان يطرح السؤال الاستراتيجي التالي. أولا كما أشرت من الناحية المثالية والأخلاقية، أنت لديك
هنالك كتلة ديموغرافية فيها قواسم مشتركة على البعد التاريخي الحضاري الجغرافي، فيها كذلك حتى فيما يتعلق بنوع من دعني أقول البعد الموريدي الذي يشكل قوة بالنسبة إلى هذه الدول ككل، بمعنى إذا حسبت بالموارد الحيوية الطاقة النفط الغاز الكتلة جيوسياسية فيها إطلالات بحرية مهمة يضاف ومعابر إليها مهمة. طبعا هذا كله يعطيك نظرة بأن العالم العربي وهذا الآباء المؤسسون كان يحلمون بأن تكون هذه الوحدة التي هي من المحيط إلى الخليج، لكن للأسف كما أشرت هنا في تقديري ربما الأستاذ أشار إلى مصطلح مهم وهو الاستقطاب في بعض الأحيان. هذا الاستقطاب كان واضحا في فترة الحرب الباردة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، لكن في نفس الإطار دائما ما أقول في بعض الأحيان أن الصراعات الدولية وظفت اختراقات للعالم العربي. لنكون صارحين، منذ انطلاق أو نشأة هذه المنظمة الإقليمية تم بوعد بلفور إنشاء كيان غاصبا داخل الكتلة العربية، وبالتالي هذه الكتلة الخارجة على الكتلة العربية هي للأسف الكيان الصهيوني. وبالتالي الكيان الصهيوني إذا حسبت في هذا المسار منذ 1948 إعلان هذه الدولة إلى غاية اليوم ستلاحظ تقريبا استطاع أن يفكك المنظومة العربية للعمل العربي المشترك، وأصبحنا ما بين التطبيع والبعيدين عن التطبيع. إذن هذه قضية تبدو مهمة بالنسبة إلينا في فهم مستقبل العالم العربي انطلاقا من هذه القضية المركزية وفلسطين. وهنا التساؤل، لماذا فلسطين بقيت دائما نقول في دعني أقول صراحة في بعض الأحيان في بعض القمم العربية كان الطغيان النزاعات البينية على القضية المركزية الفلسطينية، وهنا في تقديري هذا ما يجعل في بعض الأحيان رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة، علاقاتنا البينية، علاقاتنا مع الدول الإقليم، ما هي مسافاتي مثلا مع الولايات المتحدة الأمريكية، مسافاتي مع روسيا، مسافاتي مع تركيا، مع إيران، مع تقريبا كل هذه القوى في بعض الأحيان أصبحت تباينات. وعلى هذا الأساس حتى اللجان التي أصبحت تشكل لم نحسم القضايا الاستراتيجية بوضوح، بمعنى ما هي قوتي كعالم عربي وما هي المسافة التي أبنيها في إطار استراتيجية التعاون أو النزاع بما يخدم المصلحة الوطنية العربية. أثرت نقطة وجدلية مهمة تتعلق بالسؤال المطروح في كل قمة عربية، لماذا يجتمع العرب أو يتفق العرب في كل مرة على لا يتفق، لماذا لا يتفق على الاتفاق هذه المرة؟ وهنا أطرح لك سؤال دكتور ناجي، لما نتحدث على المصلحة العربية في كل الملفات الخلافية، ودعنا نجعل المقياس هنا مقياس أخلاقي بالأساس، يعني بعيدا عن الأمور السياسية، سيكون من المفروض مقياس إرادة الذهاب نحو التوافق العربي المشترك والالتزام بالعمل العربي المشترك تجاه القضية الفلسطينية وغير القضية الفلسطينية، لأنه للأسف أصبح هناك قضايا أخرى مطروحة في المشهد العربي. هل ستكون ربما هذه الإرادة نحو الذهاب للوحدة هو مقياس حقيقي لمواقف الدول العربية فيما بينها خلال هذه القمة؟ أنا باعتقاد الموضوع ليس فقط موضوع أخلاقي، بل أعتقد أن الآن الظروف الدولية تفرض نفسها. بمعنى آخر، الآن لم يعد المشهد عربيا، لم يعد المشهد يتعلق بقبول هذه الدولة أو التوافق الأخلاقي أو السياسة أو ما شئت مسميه بالأسماء، رغم أنه أشار الأستاذ يعني قال أنه في القواسم المشتركة ما تجمع الوطن العربي كثيرة جدا أكثر مما يفرقنا حقيقة. يعني ما يفرقنا هو حديث، بمعنى آخر هو ولد هذا الكيان أو دخول صراعات للتحكم في داخل الوطن العربي، وهذا موضوع الاختراقات وهذا معروف. إذا القواسم المشتركة تاريخية يعني ممتدة من 3-4 آلاف سنة، إذا ما قرناها بما هو وافد جديد هي لا شيء يذكر. لكن هو الحقيقة أنه أنا أضيف شيء آخر بعيدا عن الإرادة، يعني ربما الآن في بعض الدول العربية لديها إرادة جادة جدا في إعادة الحوض العربي، لأنه فعلا هذا هو الآن المنجأ الوحيد أو الضمان الوحيد أو الوقاية الوحيدة. وربما أدركت مصر هذا الكلام، وربما شفنا تراجع مصر حتى في قضية الاتحاد الإفريقي بشأن دعم هذا الكيان أو هذا الكيان بعد زيارة الرئيس تبون لمصر. إذا حقيقة يعني بدأت مصر فيه مرونة، بدأت مصر بدأت تدرك تماما ماذا يراد بمحيطها من استشعال
لهيب الفتن والأزمات، ونفس الكلام بالنسبة للجزائر، بالنسبة لدول كثيرة من هذا الموضوع التي ما زالت بقيت وما زالت واقفة ولها حضور إقليمي ودولي ولها قوة على الأقل على الساحة العربية. لكن النقطة الثانية هي نقطة تتجاوز الوطن العربي حقيقة، هي نقطة الآن نحن أمام عالم يتشكل بطريقة سريعة جدا وتشكل سريع جدا. بمعنى آخر الآن أمريكا تتراجع بشكل كبير جدا، وكل الدراسات ومخابر الدراسة الأمريكية تؤكد هذا الكلام، وحتى رأيناه في الأزمة الأوكرانية التراجع قبل الأزمة الأوكرانية، رأيناه في سوريا كيف كانت الحضور الروسي، لم تستطع أمريكا التغلب على الحضور الروسي في داخل سوريا فقط، هذا مثل نقطة. إذن التشكل الدولي الآن السريع جدا والتقاطب أو على الأقل أحداث أقطاب جديدة في داخل العالم وحتى على المستوى الإقليمي، يعني شوف مثلا في أمريكا التي تتشكل البرازيل، تعال على المنطقة الشرق الأوسط تركيا إيران، إذن في حضور دول جديدة وفي فواعل جديدة على 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 المستوى وعلى المشهد العالمي. كل هذا الأمر الآن يعني يضع الأمة العربية لسؤال إلى أين نتجه، أين نتموضع، إذ لم تتموضع الدول العربية معا حقيقة في هذا المجتمع فيما بينها، ربما غدا لو تم إعادة تشكيل العالم وتقسيم العالم لا يجد الوطن العربي سنكون ضحية لهذا التقسيم، بل ربما لنخضع لاختراقات أسوأ وتقسيمات أسوأ وربما استقطابات حادة جدا، بحيث ربما تصبح في داخل الدولة الاستقطاب الواحد. فبالتالي أنا أعتقد المصلحة العربية الآن والفرصة سانحة جدا، كون أن الغرب الآن منشغل بالطاقة والوقود وبأوكرانيا وبالصين وبالملفات الصينية وغير ملفات اقتصادية، فالفرصة سانحة لدعوة الجزائر، والجزائر كانت ما تدعو إلى هذا الأمر لوضع فعلا خارطة طريق نهائية لوحدة عربية أو على الأقل لإعادة وترميم العلاقة البينية. وفيما بعد نتكلم يعني على قضية إذا كان هناك في تعديل في جامعة الدول العربية، عفوا في ميثاق جامعة الدول العربية أو بعض القواعد أو القوانين الداخلية، هذا فيما بعد تأتي. لكن الآن نضع استراتيجية وكلمة الفصل أنه أين نتموضع، وأن الوحدة هي الأساس. ونعتقد لهذا ربما أنا سمعت يعني الأمين العام جامعة الدول العربية لما قال أنه قمة الجزائر ربما ستكون جديدة في معطياتها. نعم هو كلامه 100% لأنه يدرك ورجل دبلو يعني أولا كان في الحكومة المصرية لفترة طويلة ثم جامعة الدول العربية، فلديه من المعطيات الكثيرة جدا حتى يقول مثل هذا الكلام. وأنت دكتور ناجي استبقت سؤالي لأنه سيكون حول كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. أسألك دكتورة هبة البشبيشي، خلال هذا الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة العربية بحر الأسبوع المنقضي على مستوى وزراء الخارجية العرب، قال السيد أبو الغيط في كلمته بأنه ندعو الله أن تكون محطة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك، وهنا يقصد القمة العربية القادمة، وأن تكون سببا لالتئام أو للالتئام والوحدة، وتعبيرا أصيلا عن الرأي العام في بلادنا الذي يرغب في رؤية زعمائه وقد اجتمع شملهم وتوحدت كلمتهم. كلمة تحمل رسائل عدة، وكذلك تحمل أيضا أو تحمل الزعماء العرب مسؤولية التوافق وضرورة لم الشمل وتوحيد الكلمة في القمة المقبلة. الحقيقة يعني أنا أيضا أعول على هذه القمة، يعني أنا أثق تماما في الجزائر وقدرتها على لم الشمل العربي وعلى تدخلها في القضايا الحاسمة والحاكمة في الدول العربية. الجزائر لها دور لا يمكن إنكاره أبدا، وإن كنت يعني أطالب بأن تخرج لنا هذه القمة بمثلا يعني إذا كنا نتحدث عن التحول الرقمي يكون هناك منصة لإخبار الشباب العربي وإعلام الشباب العربي بتاريخ القضية الفلسطينية. نعم دكتورة، لكن أنا أردت سؤالك، هل أراد سيد أبو الغيط أن يرسل رسالة إلى زعماء العرب قبل التئام هذه القمة وأن يحملهم مسؤولية ما؟ أتصور يعني أن السيد أبو الغيط يسعى هنا لاستصدار قرار ما أيضا غير ملزم، ولكن إجماع صحيح. عربي موحد على اعتبار القضية الفلسطينية هي القضية الأهم، وعلى محاولة دعم الدول العربية للوضع الليبي لالتئام الصدع الليبي والتئام الدولة الليبية والتأكيد على الدولة الوطنية. أعتقد أن هذه يعني هاتين القضيتين في منتهى الأهمية بالنسبة للدول العربية. إذا نتوقف النزيف الفلسطيني وتوقف النزيف الليبي، أعتقد أن الأمة العربية يعني هيكون لها شأن آخر. وأنا وأعول كثيرا على هذه القمة، قمة الجزائر، لما للجزائر من قدرة وقوة على لم الشمل العربي وعلى يعني البت في القضايا المريحة للدول العربية. الحقيقة تاني أكرر معلش لأن ده مهم جدا، الاستحداث أو التحول الرقمي الذي سيحدث في هذه القمة هو غير مسبوق، وهي سارقة من نوعها، قمة بدون أوراق، قمة تعتمد على التقنية والتكنولوجيا. نتمنى وندعم إنشاء منصة لمعرفة العالم العربي
تاريخ القضيه الفلسطينيه، وان يكون مدعوم بشواهد تاريخيه حقيقيه للشعب الفلسطيني بكل ما بذلوا من زماء ومن جهود ل يعني اعلاء القضيه الفلسطينيه وتذكير المجتمع العربي بها دوما. تصور ان هذا القادم في هذه القمه باذن الله. نعم، ساعود لك دكتوره ربما في محطه أو في المحور الأخير لهذا النقاش. دكتور مصطفى، لما نتحدث كذلك عن آليات الجامعة العربية، يوجد الكثير من الآليات التي من المفترض أن تفعل في حل أزمات الملفات العربية، لكن هذه الآليات للأسف يا إما مجمدة أو غائبة عن الحضور في المشهد العربي. هل يجب على القمة أن تعيد كذلك النظر في هذه الآليات وربما استحداث أخرى بالنظر لمعطيات الراحل؟ طبعا هنا نذكر فقط أن تقريبا في نوفمبر القادم ستكون القمة الرابعة التي تحتضنها الجزائر. كنا نلاحظ في الجانب الكرونولوجي، أول قمة كانت في 1973 وكانت قمة ذات بعد دولي كبير بالنسبة إلى القضية الفلسطينية والقضايا العربية. نذكر كانت حرب أكتوبر 73 بالنسبة إلى العالم العربي، بالتالي كان هذا تاريخ مهم بالنسبة إلينا. طبعا أقفز إلى قمة زيرالدا 1988 التي كانت تاريخ لميلاد العمل المغاربي المشترك الذي كان لبنة في ضمن العمل العربي المشترك، وبالتالي كان تجربة بالنسبة إلينا. وبالتالي الجزائر في تاريخها في هذه القمم دائما ما كانت قمم تاريخية. حتى 2005 سأعود إلى سؤالك مباشرة، كانت قمة الإصلاحات، إصلاحات العالم العربي، وبالتالي هنا بدأنا الورشات في إصلاح مبادرة إصلاح الجامعة العربية بإدخال بعض الآليات كما سبقت ضيفتك من القاهرة. كان المشكل الذي يطرح أن القرارات التي تصدر يجب أن تكون بالإجماع، بمعنى أنه في كثير من الأحيان إذا حسبت نسبة كبيرة جدا 70-80% من القرارات العربية لم يكن فيها التوافق ولم تكن ملزمة، وبالتالي هنا كان يعيق هذا العمل العربي المشترك انطلاقا من القرارات التي تم اتخاذها داخل الجامعة العربية. طبعا هنا بدأنا إعادة النظر في الآليات أو الآليات التصويت بين القضايا الاستراتيجية والقضايا التنفيذية، إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس مثلا الوزراء لكي يكون صاحب صياغة العمل العربي المشترك. يضاف إليها أنت تعرف بأن التنظيم الإقليمي دائما ما لديه المنظمات المتخصصة، والمنظمات المتخصصة هنا فيها كم هائل كثير على مستوى التربية والثقافة، على مستوى الأمن الغذائي، على مستوى الاستراتيجي والدفاعي، لكن عندما نذهب إلى الميدان كيف نقيم تلك الآليات المتخصصة صحيح. في العمل العربي المشترك. إذن انطلاقا من هذا أعتقد أن الورشات لا تزال منذ قمة 2005 مفتوحة في الجزائر مفتوحة فيما يتعلق بالاقتراحات. وهنا أعتقد أن في قمة الدوحة في 2003 هناك أربع لجان أساسية، اللجنة التي تترأسها السعودية تتعلق بالأساس أن نعطي نظرة الفكر العمل العربي المشترك لإدخال إصلاحات وتطوير العمل العربي المشترك. القاهرة مصر تترأس الأجهزة التابعة للجامعة العربية ومهامها وآلياتها، إذن هذه رئاسة ولجنة مهمة جدا. يضاف إليها أن العراق تترأس الجانب الاجتماعي والاقتصادي، بينما الجزائر تركز على البعد الشعبي وكيف يمكن أن يساهم كآلية. وهنا المشكلة بالنسبة إلى العمل العربي المشترك أنه تقريبا جميع المنظمات الإقليمية تعتمد على المجتمع المدني، على البرلمانات العربية لكي تفعل وتشارك في تفعيل القضايا القرارية المصيرية التي تهم العالم العربي. طيب بما أنك تحدثت عن هذه النقطة ربما أسألك في هذا الإطار، المجتمع المدني العربي واعي جدا بقضاياه المشتركة ويعرف جدا كيف يضع الأولويات لها، يعني الآن القمة العربية كذلك هي فرصة ربما لإيجاد الآليات المناسبة لتفعيل هذا الوعي الشعبي عبر الخطاب الرسمي وعبر كذلك الممارسة الرسمية. هو طبعا بالمناسبة الجزائر تحتضن في هذه الأيام قمة للعمل العربي المشترك في وهران وضيوف تقريبا 18 دولة عربية، انطلاقا من ترأسها للجنة الرابعة في ضمن العمل العربي المشترك وهي البعد الشعبي في العمل العربي المشترك. انطلاقا من هذا تقريبا الورقة الجزائرية قدمت اقتراحات منصوص عليها في الوثائق الجامعة العربية، من ضمنها أن تفعل
دور البرلمانات العربية كهيئات تشاورية، وهذا نقطة مهمة جدا، أن تعطي للمجتمع المدني أدواره وأن يكون لديه عضوية تقريبا في المجالس الاجتماعية والاقتصادية باعتباره هو الذي يعكس الهم المجتمعي داخل الجماعات العربية، يضاف إليها الفئات بمعنى دور المرأة وغيرها من القضايا. إذن أعتقد بأن ربما هذا ربما سيقدم دفع أكثر للعمل العربي المشترك طبعا برؤية جديدة رؤية، ويساهم في تطوير وإعادة إصلاح ميثاق الجامعة العربية وإعطاء التفعيل ديناميكي حتى يحس المجتمع العربي بأنه موجود بهمومه وهمه داخل هذه الجامعة العربية. نعم، أعود للدكتور ناجي، لكن في قضية المرونة الدبلوماسية ربما التي تحدث عنها قبل قليل، التجربة الأزماتية للعالم العربي أفادت بأن العنصر الأجنبي أو التدخل الأجنبي يعقد الأزمة ولا يقدم لها حلولا رغم النوايا التي قد يبديها في حل هذه الأزمات. ألا ترى بأنه كذلك يجب علينا إعادة النظر في كل ما يتعلق بالتدخل في الملفات العربية، وأن نعود إلى الرؤية العربية في حل كل أزماتنا، لأنه هو المفتاح بالأساس؟ وحقيقة هو موثيق جامعة الدول العربية موجود، هو يعني اتفاقية الدفاع المشترك يعني موجود، يعني افترض أنه كل الأزمات والمشاكل بيني ما بين الدول العربية أن تكون ترعاها الدول العربية وتبعد أي طرف أجنبي. الذي حدث يعني حقيقة أنه الغرب والأطراف الأجنبية بشكل عام تعاملت دائما مع الوطن العربي بشكل براغماتي أو قائم على المصلحة وخلق الأزمة، بحيث إذا ما خلق هذه الأزمة يعني دائما يصبح في متكرر هذه الأزمة، يعني بمعنى آخر يتم حل الأزمة بأزمة ثم حل الأزمة بأزمة وتبقى صحيح. أزمات متكررة حتى لا يستطيع الطرف العربي أو تلك الدولة العربية مثلا الخروج من فخ تلك الدولة الأجنبية أو التبعية لهذه الدولة الأجنبية، فبالتالي تصادر القرار الداخلي لبعض الدول العربية، وهذا كان أحد أسباب. يعني من المفترض تعلمنا الدرس. المفترض تعلمنا الدرس، ولهذا ربما أنا بدأت ألاحظ حتى في السياسة الجزائرية هذه مهمة جدا، بدأت يعني الجزائر ركزت خاصة حتى قبل جامعة الدول العربية على كثير من المعطيات لقضية مفهوم السيادة والدولة القطرية صحيح. في الجزائر، ابتداء من العرض العسكري له رسالة كبيرة جدا بعيدا عما يعني ذكر يعني في الإعلام. نعم. لكن في رسالة لقوة أن السيادة الجزائرية محفوظة للجزائري وليس للغرب وليست لأي تبعية، هذا هي وهي ذات السيادة التي تريدها الجزائر لكل الدول العربية. لكل الدول العربية إذا ما وصلنا إلى هذه السيادة فعلا يتم حل المشاكل البينية بطريقة سلسة جدا. نعم. أو على الأقل عربي عربي كما قلت تبقى خاوة خاوة بين قوسين بعيدة عن التدخل الأجنبي، لأنه التدخل الأجنبي مستحيل جدا إلا يكون ضمن رهان، بمعنى آخر المصلحة الأجنبية داء مرهونة بتدمير هذا يا إما بمصادرة القرار العربي أو ارتهان المصالح الاقتصادية وغير ذلك من مصالح داخل تلك الأوطان العربية أو البلد العربي الذي رهن نفسه لتلك الدول الأجنبية، فبالتالي هي حقيقة هي صفقة خاسرة 100%. فبالتالي العودة إلى صناعة القرار العربي الموحد، إلى سيادة عربية موحدة، أعتقد هذا أكبر ضمانة يمكن أن يتحصن بها الوطن العربي في ظل هذه الفترة بالتحديد. أنا نقول لك أعتقد أن التجربة الجزائرية الآن يجب أن حقيقة أن تراجعها الكثير من الدول العربية وتبدأ بمفهوم السيادة وإعلاء معنى الدولة القطرية والتعمق حتى في داخل المجتمعات المدنية، لأن التجربة الجزائرية قوية جدا في قضية المجتمع المدني، وإحنا رأينا يعني رغم المجتمع المدني في الجزائر مثلا أو الجمعيات حتى في الجزائر بقيت حافظة القضية الفلسطينية أو الثوابت صحيح. العربية بشكل عام كبير جدا، فبالتالي هو بعد ذلك له بعد دولي كبير جدا، بمعنى آخر غدا حتى لو صار أي ضغوط دولية دائما المجتمع المدني هو ما يفك الدولة صحيح. وهو يبعد عنها ذلك الإحراج. فبالتالي الجزائر أنا باعتقادي مدركة تماما، وأنا دائما ما أقول أن السياسة الجزائرية سياسة رزينة جدا، بمعنى آخر يعني تسير بخطى ثابتة جدا 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 وتدرك أين تسير. إذا لو تكررت هذه التجربة يعني وإحنا استفدنا مما قال الأستاذ حقيقة أنا بعتقد أنه الآن سيصبح المجتمع العربي أو البيت العربي داخليا أو شعبويا هو الأساس، هو القاعدة الأساسية، يعني دائما أن يبدأ الترتيب الأساسي ثم يبدأ من فوق. والجزائر ليس بغريب عليه، يعني ابن مهدي قال إلق الثورة إلى الشارع يحتضنها، إذن فالجزائر تدرك ما معنى هذا الكلمة وتدرك ما معنى المجتمع المدني ومعنى قوة الشارع العربي في مواجهة تلك الأزمات أو حتى الإحراج السياسي عفوا او اي ازمات مقبله. فاعتقد انه هنا تتشكل صناعه الوعي، نتكلم عن بلوره الوعي الى درجه الانتقال من الوعي الى التطبيق العملي، هذا ما نحتاجه الان حقيقه ليكون الصمام الامان وليكون على الاقل بيننا وحده عربيه ميسره، وعلى الاقل تفعيل التجاره البينيه والتعليم وغير ذلك وسلاسه الحدود والنقل وغير ذلك، اعتقد اننا ممكن ان نخرج من الازمه بهذه الإمكانية التي تطرحها دكتور ناجي عن التعاون الاقتصادي البيني بين الدول العربية. دكتورة هبة،
ربما في بداية النقاش تحدث البروفيسور مصطفى صايج عن المقومات الاقتصادية والموارد الحيوية للقطر العربي. هنا أسألك، إذا لم نستفد من التجربة الغربية والأجنبية فيما يتعلق في حل أزماتنا السياسية، ألا يجب أن نستفيد من تجربتها الاقتصادية؟ شاهدنا ما فعله الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية حينما توحدوا اقتصاديا قبل أن يتوحدوا سياسيا وأسسوا للاتحاد الأوروبي، وشاهدنا فضاء شنغن وما أحدثه من ثورة اقتصادية ومن تحسين معيشي للدول الأوروبية. ألا يجب أن نتفق اقتصاديا إذا كان سيتأجل الاتفاق السياسي، أن نتفق على آليات تعاون اقتصادي سوق عربية، نتعاون كذلك فيما يتعلق بالتجارة العربية العربية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم؟ الحقيقة وسؤال حضرتك مركب ويحتاج للإجابة في أكثر من شق، لكن خليني أشير على الجانب الاقتصادي. التكامل الاقتصادي أو مفهوم التكامل الاقتصادي الحقيقة ده بيتطلب عدد من المستويات وعدد مختلف من مستويات الإنتاج، سواء الإنتاج يعني الصناعي أو الإنتاج الزراعي. وبالتالي التكامل يحتاج لتباينات في الهياكل الانتاجيه والزراعيه والصناعيه للدول اللي بتعمل عمليه التكامل. التكامل ده خطوات كبيره، من اول انشاء منطقه تجاره حره ومنطقه تجاره تفضيليه ثم سوق مشتركه ووصولا للاتحاد الاقتصادي واتحاد جمركي الى ان نصل الى مفهوم الوحده النقديه اللي حصل في الاتحاد الاوروبي لاكثر من 17 دوله اوروبيه تم اعتماد اليورو او الوحده النقديه الاوروبيه. وبالتالي دي خطوات بتاتي على سنوات طويله ومتعدده واختلاف لهياكل الانتاج. الاشكاليه الحقيقيه لدى الدول العربيه، والحقيقه دي كلنا كدارسين للاقتصاد عارفينها، وهي تشابه الهياكل الانتاجيه. وبالتالي انا نفس السلعه موجوده اذا كانت في مصر هي نفسها السلعه اللي في الامارات هي نفسها السلعه اللي في الجزائر. يعني فكره التباين والاختلاف في الانتاج هو ده اللي بيخلق الوحده الاقتصاديه وبيخلق الاحتياج. لكن ايجاد الاليات المشتركه يمكن ان تحقق هذا التكامل البيني. الاليات المشتركه يعني خلينا نقول نبدا بسياسات اقتصاديه واحده، يعني مفاهيم اعتماد سياسات اقتصاديه تعتمد على التجاره البينيه. جميل. مثلا لمواجهه الحاله او الازمه الموجوده حاليا وهي ازمه تجاره الحبوب، او يعني الازمه الاوروبيه اللي ادت لنشوء هذه الازمه في الدول العربيه، استيراد السلع الغذائيه من اوروبا. الحقيقه كل ده يعني ادى بينا لمفهوم زي ما تحدث صديقنا من فلسطين عن ضروره اتخاذ قرار عربي موحد وضروره الانغلاق حول القرار العربي واعداده بصوره منهجيه يعني تقاوم التدخل الغربي او تقاوم ما يحدث من التدخل الغربي. والحقيقه برضو انا ما اقدرش اوافق على الكلام ده بمعطيات العصر الحديث 100%، لان التكنولوجيا بكامل هيئتها هي قادمه من الغرب. إذا هناك ضرورة واحتياج للتواجد أو يعني للدخول الغربي إلى القرار العربي، ولكن نقدر نعتمد على أنفسنا زي ما حضرتك أشرت دلوقتي إن إحنا نواجه الأزمات اللي موجودة حاليا، نواجه مفاهيم مثلا تجارة النفط والتجارة النفطية. إذا كانت أوروبا بتحتاج للنفط من الدول العربية يبقى لازم يكون المقابل تجارة التكنولوجيا وتجارة التقنية الحديثة، وإنها تسهم في اعطاء الدول العربيه جزء من هذه التقنيه، وبالتالي هيكون التبادل شبه يعني متساوي في الاداء. اذا كنت بتحتاج مني طاقه فانا محتاج منك للتكنولوجيا. جميل. وبالتالي يعني يكون في توازن بقى في الفعل ورد الفعل، وزي ما قال زميلنا في الحلقه وصديقنا ان يعني انت بتتدخل في القرار العربي لما هو لصالحك، تفسد القرار العربي لصالحك وتخرج القرار العربي مشوه وغير مكتمل الاداء. وبالتالي بتصور زي ما حضرتك قلت ان الاداء الاقتصادي هيعتمد عليه الدول العربيه بصوره كبيره في احلال قراراتها واقرار عدد من القرارات اللي فيها اجماع عربي على عدد من القضايا من خلال زي ما حضرتك قلت التعاون الاقتصادي. التعاون الاقتصادي يبدا ازاي؟ ان انا ابتدي مبدئيا اعرف قدره السلعه اللي عندي هيحتاجها الغرب في ايه، وبالتالي اقوم عليها بالسلعه اللي انا محتاج لها، سواء التقنيه الحديثه الادوات الطبيه او كل ما تحتاجه الدول العربيه من الغرب. وبالتالي اعتقد ان في الفتره او في اللحظه دي هيكون القرار العربي هو قرار موحد، قرار قوي، نقدر نعمل مخرجات لهذه القمه تعتمد عليها الدول العربيه لفتره طويله قادمه. ممتاز. فيها نوع من الاعتزاز بالذات وخلق قرار موحد. طيب، ربما الدكتورة هبة البشبشي وجهت النقاش فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي إلى زاوية منطقية ومهمة. إذا لم يكن هناك ربما مجال حيوي اقتصادي
كما هو في النموذج الغربي، لما لا نتجه إلى تفعيل ورقة ضغط الموارد الحيوية، الموارد كذلك الطاقوية للدول العربية من أجل سيادة القرار العربي وكذلك الدخول لما لا في تحدث عن مباحثات بما يهم القرار العربي ومصلحة الشعوب العربية. طبعا أستاذ بدر الدين، تاريخيا كان استخدام سلاح النفط كورقة استراتيجية في العمل العربي المشترك، نذكر في 1973 هذا غير من سلوك أولا العالم الأوروبي، وفي تلك الفترة بدأ الحوار العربي الأوروبي بدأ ثقله وغير حتى في استراتيجيته على مستوى التصويت أو مستوى دعم القضايا التحررية من ضمنها القضية الفلسطينية، وبالتالي هنا استخدمنا هذه الورقة كسلاح استراتيجي بما يخدم مصير الأمن القومي العربي. وفي نفس الإطار في هذه اللحظة التاريخية نتحدث عنها، عندما بدأ الصراع بالحرب الأوكرانية الروسية الأطلسية، اتضح بأن كم هائل من الدول العربية تمتلك الخيار البديل. أتحدث مثلا في الورقة الاستراتيجية للغاز الطبيعي، إذا حسبت الجزائر، ليبيا، مصر، قطر، تقريبا مجموع هذه الدول أصبحت تشكل دعني أقول دور استراتيجي لمستقبل إعادة ترتيب النظام الطاقوي بما يخدم الأمن القومي العربي. هنا المشكلة فقط تطرح أنه لدينا بعض الرؤى المشتركة. لاحظ مثلا داخل أوبيك بليس هنا التنسيق مثلا السعودي الجزائري كان تنسيقا مهم جدا طيب. في كثير من القرارات الاستراتيجية للعب على التوازنات الطاقوية. هنا المشكلة أنت إذا حسبت كم التجارب والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأطراف العربية، سواء فيما يتعلق بالربط الكهربائي أو الربط بالسكك الحديدية أو النقل البحري أو استغلال الأمن الغذائي، نلاحظ بأن هناك قرارات كانت استراتيجية مهمة. المشكلة في التنفيذ. عندما نذهب إلى التنفيذ ماذا لاحظنا؟ في كثير من الأحيان كنا نتغنى ونحن طلبة في الجامعات وحتى في الثانويات مثلا أن السودان كانت تمثل سلة الغذاء العربي، وحتى المشاريع التي طرحت عندما نذهب إلى ترجمتها تصبح غائبة. وهنا أعتقد أنه عندما أقول وأعود إلى الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة، هي أن تحدد من أنا وكيف الآليات التي يمكن أن تنسق هذا العيش المشترك. هذا العيش المشترك وفي نفس الإطار أن تتفاعل إيجابا مع العالم الآخر، لأن في عصر العودة والاعتماد المتبادل ضيفتك من القاهرة محقة، أصبح الآن لا يمكن، الآن حتى الصين مثلا لا يمكن أن تعيش بدون تايوان، وفي نفس الوقت لا الصين تعيش بدون الولايات المتحدة الأمريكية، ونفس الإطار واشنطن لا تعيش بدون استقرار مالي بالنسبة إلى الصين. إذن هذه الرؤية العودة أو الاعتماد المتبادل يجب أن نطرحه بواقعية. ماذا حققنا للعمل العربي المشترك على المستوى المجتمعي الاقتصادي والتكامل فيما يتعلق بحرية التنقل؟ وهنا أشير فقط أن الاتفاقية للتبادل التجاري العربي مطروحة كما هي مطروحة على مستوى القارة الإفريقية، دخلت حيز التنفيذ. إلى أي درجة نسبة التبادل التجاري مرتفعة بين الدول؟ وهذا هي العوامل التي تعطيك التكامل الحقيقي وتعكس الإرادة السياسية فيما بعد في القرارات المهمة. ولأننا نريد كذلك تعلم من تجارب الماضية، وأبقى في نفس السياق آخر سؤال لك دكتور ناجي، كيف يمكن الآن تفعيل آليات إلزام القرار العربي على التنفيذ على أرض الواقع؟ هل يمكن أن يطرح هذا الملف بشكل واضح وشفاف؟ يجب أن تكون للجامعة العربية قرارات ملزمة لكل الدول العربية، خاصة في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأعتقد ترجع في المواثيق والآليات، هو مراجعة الآليات مهم جدا في جامعة الدول العربية، لأنه هو حقيقة الاتحادات والجمعيات والاتفاقيات هي موجودة. يعني قمة عمان 1998 أعتقد 98 موجودة، في القمة 2002 موجودة مطروحة، في قمة بيروت مطروحة، في 2000 وضعت أيضا آلية للتبادل التجاري المشترك. للأسف الشديد لكن تحدث عن صفة الإلزامية. صفة الإلزامية جايك بالتالي أنه دائما كان لا يوجد إلزامية، رغم أنه هناك في اتفاق يعني حتى على التعريفة الجمركية ولم يجد. إذن التجارة البنية بقيت ضعيفة جدا ما بين الدول العربية لاعتبارات كثيرة، يعني أكثر مما ذكرت الأستاذة حقيقة، يعني هو 5 مستويات موجودة
تبدأ بالتسهيل. موضوع التسهيل بحد ذاته هذا أول مستوى أول في التكتل الاقتصادي غير موجود على مستوى نطاق الوطن العربي، ودائما في ما دائما التعسير والعرقلة دائما موجودة. فالإلزامية تنبع حقيقة من وجود سلطة تنفيذية قوية. السلطة التنفيذية طبعا لن نقول على الدولة القطرية، نتكلم على جامعة الدول العربية الآن. فبالتالي يصبح يجب أن تكون هناك أول مراجعة بحيث يكون عندما تصدر القرارات بالأغلبية على افتراضا تكون ملزمة لجامعة الدول العربية، ويكون هناك سند أو سلطة تنفيذية في داخل في جامعة الدول العربية تفرض على تنفيذ وترعى تنفيذ هذا الاتفاق ورفع التقارير بحيث يتم حتى معاقبة يعني بعض الدول التي أو على الأقل أو التفاهم أو المراجعة بعض الدول التي تعرقل هذه التجارة البينية. لأنه للأسف الشديد إحنا في جامعة الدول العربية أنه يكفي صوت واحد لأن يلغي كل وينسف أي قرار سواء اقتصادي أو سياسي أو تعليمي أو ثقافي. إذا ترجع العودة إلى وجود حقيقة سلطة أو تسليم الأمور لسلطة لمنظمة لجهة معينة في داخل جامعة لجهات جامعة الدول العربية يقوم على الرعاية وعلى الإلزامية، وإذا وربما ما المتابعة أيضا طبعا لابد أنه من لابد هذه المتابعة وتقديم التقارير. وبالتالي من هنا لما نعمل لما تقوم عملية التسهيل ونبدأ بالدرجة الثانية نذهب إلى التعريف الجمركي وإلغاء التعريف الجمركي، نبدأ نتكلم ما هي الأشياء المشتركة والأشياء غير المشتركة. لأن في أوروبا معظم السلع في أوروبا هي نفسها، يعني التكنولوجيا في أوروبا حاضرة، ومع ذلك صار عندهم تكامل وصلوا إلى درجة التكامل بمعنى آخر إلى المستوى الخامس من الاتحاد الاقتصادي اللي هو في النهاية أصبح عندهم برلمان خاص أوروبي وعندهم جهة معينة تتكلم في هذا الأمور. نحن نأتي على المستوى الوطن العربي يعني مثلا في هذا الأمور نحن لم نتخطى لحد الآن السلسلة الثانية أو الدرجة أو المرحلة الثانية في موضوع التجارة. إذن هذا إذا لو عدنا وكانت هناك لجان حقيقية ومتخصصة وتقنية وتكنوقراطية في هذا المجال ووقفت على الأمور المتشابهة والأمور المختلفة لأصبحنا على الأقل لنشطنا وفعلنا التجارة البينية بين يعني التجارة الداخلية والبينية ما بين الدول العربية. وبالتالي ثم ننتقل ما ينقص الوطن العربي عندما نعرف التعريف الجمركي الآن ليس داخليا أتكلم خارجيا، عندما نقول مثلا عندما نشتري السيارة من أوروبا عندما نضع لها تعريف جمركي على كل مستوى الوطن العربي سيختلف الأمر وبالعكس تماما. إذا نشوف كيفاش الإجراءات هكذا تبدأ الإجراءات. الدكتور ناجي أكيد أنه نقاش مهم جدا وكذلك ربما يطول في العديد من التفاصيل. بقيت معنا أقل من دقيقة وسأمنحها للدكتورة هبة البشبيشي إذا كانت متواجدة معنا، وأسألك عن هذه الإلزامية التي يجب أن ربما يتفق قبلها القادة العرب قبل أن يصدروا أي بيان قد نراه تفاؤليا وقد نراه جميلا وقد نراه يحقق الكثير من الأمال العربية، لكن يفتقد لهذه الصفة صفة إلزامية التنفيذ فيما بعد. أعتقد أن يعني للأسف يبدو أن التواصل مع الدكتورة هبة البشبيشي ربما انقطع. شكرا جزيلا على كلنا دكتورة هبة البشبيشي الباحثة في الشؤون الإفريقية، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. شكرا على الحضور وتقديم كل هذه الإضاءات، وكذلك أشكر كل من البروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وكذلك الدكتور رائد ناجي المحلل السياسي الفلسطيني. كنا نريد كلمة أخيرة ربما من دكتورة هبة، لكن ربما في 30 ثانية، ما المأمول من القمة المقبلة دكتور ناجي؟ أن يصبح القرار العربي عربيا، وأن تكون الوحدة العربية حقيقة جامعة لكل العرب بعيدا عن المناكفات السياسية الدولية والاستقطابات. دعنا نقول أنها ستكون قمة الأمل على الأقل لفهم واقع ما تعيشه المجتمعات العربية، وهو ما تسعى إليه الجزائر ضمن هذه المقاربة التي تبحث عن لم شمل العربي وتوحيد الكلمة العربية تجاه كل ما يهم الشعوب العربية ومصالحها. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة، نلتقي بحول الله في عدد جديد من برنامج بتوقيت الجزائر على تلفزيون الجزائر الأسبوع المقبل بحول الله. في أمان الله.